هلا فكرة الراديشن افكتس تمبرتشر ميجرمنت باي راديشن افكتس، خلينا نطلع اول شيء لاي جسم في له ثلاث بارامترز مهمة، الفا رو وتاو، وهدول مجموعهم بيساوي واحد. هدول الثلاث بارامترز هم الفا هي الابسوربتيفيتي، طبعا هدول كلهم ارقام اقل من واحد ومجموعهم راح يكون واحد، فبعطوني كانهم نسب، يعني بيقولوا لي الجسم هذا قديش بيعمل ابسوربشن للراديشن، قديش بيعمل ريفلكشن للراديشن اللي جاي عليه، وقديش بيعمل ترانسميشن للراديشن، فهذا اسمه ابسوربتيفيتي. هذا اللي هو الفا. رو هي الريفلكتيفيتي. وتاو هي الترانسميسيفيتي. فأي جسم احنا بنقول الطاقة اللي ساقطة الراديشن اللي جاي على هذا الجسم يا اما بيتم امتصاص جزء منها يا ريفلكشن لجزء منها يا ترانسميشن. فإذا عندي جسم، يعني لو هي هون جسم كانت ساقطة عليه طاقة حرارية، واتس بير سكوير متر، في جزء منها راح يكمل. طبعا هذا اذا كان الجسم في ترانسبيرنت او في جزء منه ترانسبيرنت، عكس الترانسبيرنت اوبيك، لذلك التعبير الشائع ايش بنقول؟ الشفافي، جسم شفاف او وعندي جزء منه راح ينعكس، هاي اللي هي رو وهاي اللي هي تاو، والجزء اللي لا انعكس ولا انعمل له ايش راح يصير فيه؟ ابسوربت. واذا الجسم امتص الحراره شو راح يصير بدرجه، اذا امتص الطاقه هاي الحراره شو راح يصير بدرجه الحراره؟ هلا لاحظوا اول شيء، خلينا نحكي بس شيء مهم عن كميه الطاقه، عمال نحكي واتس بير سكوير متر، يعني قديش مركزه هاي الطاقه، ولذلك هذا هو نفس اليونت اللي بنستعملها لقياس الاشعاع اللي نازل من درجه الحراره لأغراض الفوتوفولتايك، توليد الطاقة الشمسية. فإذا احنا نحكي مثلا منطقة معينة أرض هون وساقط عليها طاقة شمسية، طاقة يعني إشعاع من الشمس، لكل متر مربع كمية الواتس اللي بينزل عليها، هاي إنديكيشن مهمة إنه قديش أنا بقدر أولد طاقة من هاي المنطقة. هذه بتختلف تماما عن اللوكس. اللوكس اللي هي كمية الإضاءة، يعني وإحنا هون قاعدين بالغرفة وإحنا معتمة أو مش معتمة، نحكي عن اللوكس اللي هي لومنز بير سكوير متر. هاي مختلفة تماما عنها، هذه كمية الطاقة اللي نازلة واتس بير سكوير متر. وفي أجهزة خاصة بإمكاننا نستعملها اسمها بيرانوميتر، والبيرانوميتر بيكون إشي زي دائري هيك، وفي داخله في وسطه في إشي دائري زي القبة من هون، بيقدر يقيس كمية الثيرمال باور اللي نازلة على متر مربع بهاي المنطقة حتى يقيس. ولذلك احنا بنقول مناطق معينة هل هي فيزبل لتوليد الطاقة بالأشعة الشمسية أو مش فيزبل، بتعتمد على هذا الرقم. هذا الرقم قديش بيكون هذا الرقم بالنسبة لمنطقة مختلفة. إذا الطاقة الحرارية اللي نازلة بالمتر مربع، الطاقة الحرارية بالإشعاع اللي نازلة بالمتر مربع راح يصير فيها ثلاث أشياء، طبعا مجموع هذول لازم يكون واحد لأن الطاقة ما راح تختلف، فهاي واتس بير سكوير متر، جزء منها راح ينعمل له ابسوربشن وراح يرفع درجة حرارة الجسم، جزء منها راح يعمل له ريفليكشن وراح اخسر راح يروح على مكان ثاني، وجزء منها راح يصير فيه له ترانسميشن. فالزجاج مثلا لو فرضنا انه الزجاج كان ايديال ترانسبيرنس، يعني لو كان الزجاج تاو له بتساوي واحد معناها رو له بتساوي زيرو والفا له بتساوي زيرو، ولذلك لا في ريفليكشن ولا في ابسوربشن، راح يمر الطاقة الحرارية طبعا إذا كان هذا واحد، أنا ما بعرف ممكن يكون أقل من واحد من ناحية أي قطعة زجاجية، إذا راح يمر منه هذا، راح يصير في ترانسبيرنسي، إذا الترانسميسيفيتي كانت واحد راح يمر منه الإشعاع تماما، ما راح يتأثر، ما راح يمتص منه أي شيء. هلا لو كان الجسم عندي أوبيك، إذا هاي حالة خاصة، الحالة الخاصة لترانسبيرنت فولي ترانسبيرنت أوبجكت، إذا عندي جسم كومبليتلي ترانسبيرنت راح يكون تاو بتساوي واحد، رو بتساوي زيرو، والفا بتساوي زيرو. هاي حالة خاصة لجسم خاص اللي هو فولي ترانسبيرنت. هلا لو الجسم هذا كان اوبيك يعني عكس شفاف، يعني ما بمرر اي شيء، بالنسبة لهذا الجسم راح يكون عندي في له ابسوربتيفيتي وفي له ريفلكتيفيتي، فراح يكون هدول مجموعهم واحد، وتاو بالنسبة له لهذا الجسم زيرو. اوكي ماشي واضح؟ يعني بحاله الجسم الاوبيك ما راح يخلي اي شيء يمر منه،
ولذلك الطاقة الساقطة عليه الراديشن انرجي اللي ساقطة عليه يا اما راح يمتصها وجزء منها ترفع درجة حرارته او يعملها طبعا اللي بيعملها ريفليكشن ما راح ترفع درجة حرارته راح تنتقل لشيء ثاني. هلا حالة خاصة كمان اللي هو البيرفكت وهذا بهمنا البيرفكت بلاك بودي كله ابزوربي والبيرفكت بلاك بودي الابسوربتيفيتي تبعته واحد والريفليكتيفيتي تبعته فالبيرفكت بلاك بودي بيمتص كل الطاقة اللي ساقطة عليه وما بيعكس منها أي شيء. أوكي ماشي واضح هاي نقطة مهمة. هلا حتى أعبر عن الإيميسيف باور. الإيميسيف باور هي الطاقة اللي بشعها الجسم اللي بعطيها الجسم. الإيميسيف باور من جسم أعبر عنها بالرمز E ووحدتها كمان واتس بير سكوير متر. إذا عندي جسم معين يعني لو عندي أي جسم من هون حطيت هذا الجسم رح يكون في طاقة انفراريد رح عم تطلع منه بير واتس بير سكوير متر حسب سطحه حسب مساحة سطحه. فطبعا كل ما زاد مساحة السطح رح يتخلص من حرارة أكثر شيء. وهون أهمية مساحة السطح مزبوط. لذلك إحنا بالراديشن شو بنعمل؟ نزيد مساحة عم نزيد مساحة السطح مزبوط عشان نقدر يعمل. إذا الإيميسيف باور اللي جاي من جسم بنعبر عنها بالرمز هي ووحدته واتس بير سكوير متر. يعني لو عندي هذا الجسم في عليه مساحة معينة وفي له إيميسيف باور لو ضربت هذه في مساحة السطح رح يعطيني كمية الواتس بير سكند الجولز بير سكند مزبوط. إذا عم بطلع منه كذا وات أو كذا جول بير سكند طالع من هذا الجسم عماله بتطلع هاي الحرارة منه. هلا بالنسبة للبلاك بودي رح أسميها إي بي واللي هي الإيميسيف باور تبعت البلاك بودي. الإيميسيف باور للبلاك بودي إي بي إحنا اعتبرنا هذا الجسم ايديال البلاك بودي اللي هو. إذا دائما لأي جسم رح تكون إي أقل من إي بي من الجسم المماثل مزبوط. يعني الوحيد اللي له أعلى إيميسيف باور هو البلاك بودي لأنه البلاك بودي خلينا نشرحها بطريقة أوضح. لو عندي بلاك بودي من هون قلنا الأبسوربتيفيتي تبعته واحد رح يمتص كل الطاقة والريفليكتيفيتي تبعته زيرو. خلينا ناخذ بلاك بودي أندر إكوليبريوم. كمان البلاك بودي ممكن يفهمه كمان بالعكس انه بيعطي كل الطاقه كمان اللي كان مخزن فيه يعطيها كامل إيميسيف باور. خلينا ناخذ الاكوليبريم. هلا نفترض انه في عندي بودي ساقط عليه وخلينا افترض انه هذا بلاك بودي. اذا هذا بلاك بودي باي ديفينيشن ايش قلنا؟ فيش ريفلكتيفيتي منه كل الطاقه اللي ساقطه عليه ألف. اذا كل الطاقه اللي نازله عليه هون الانرجي الثيرمال انرجي اللي نازله عليه ان واتس بير سكوير متر ايش راح نعملها؟ absorption مزبوط؟ هلا اذا وصل هذا steady state conditions steady state condition يعني T settled درجة حرارته settled. اذا هذا وصل steady state condition كسيستم ودرجة حرارته ما عم بتزيد ثبتت الحرارة اللي عم بمتصها هو وين بدها تروح؟ يعملها transmission تمام اللي هي بلاش استعمل كلمه ترانسميشن بلاش نخلطها بالترانسميتيف بيعملها ايميشن اطلعوا هاي حتى تفهموا ايش عندي جسم زي هيك بلاك بودي. الجسم هذا البلاك بودي مسلط عليه اشعه راديشن عماله بيمتص هاي الاشعه على واتس بير سكوير متر. هلا اذا عزلته وما سمحت له يعمل ايميشن ايش راح تصير درجه حرارته؟ راح ترتفع. لكن اذا هو وصل اكوليبريم وصل عند درجه حراره معينه ثبتت درجه الحراره الطاقه اللي نازله هاي ايش لازم يصير؟ لازم يطلع طاقة بدالها مظبوط؟ رح نعبر عنها بهذا الشكل. بس هاي مش ريفلكتد لأنه الريفلكتيفيتي تبعت الجسم البلاك بودي قديش؟ هاي هي النقطة المهمة. يعني لو فرضنا هذا مثلا هذا بلاك بودي فرضا وأنا جاي عليه راديشن افكت حطيته بالشمس الطاقة اللي نازلة وفيش ريفلكتيفيتي فيه ما عم بيعكس أي شيء من الطاقة هاي ولذلك هو بيرفكت بلاك بودي. سلطت عليه هاي الطاقة اللي هون، وإذا وصلت درجة حرارته ثابتة صارت. كيف بدها تصير درجة حرارته ثابتة وهو في طاقة عماله باخذها؟ ايش بده يعمل؟ اللي هو عم بيعمل ايميشن مش ريفليكشن. الريفليكشن ايش اللي بيعمل ريفليكشن؟ شيء شايني، اوبجكت شايني، ما دخلتش الحرارة فيه، اجت الهاي وعملت ريفليكشن وطلعت منه. لكن هاي هون عماله بصير هذا البلاك بودي بصير يعمل ايميشن. إذا T صارت settled
رح يصير الراديشن، خلينا نسميها الراديشن باور اللي نازله عليه بدها تساوي في الاريا تبعته. يعني الطاقه اللي نازله عليه هي نفس الطاقه اللي عم بشعها. ايش وحده اي بي؟ واتس بير سكوير متر. اذا ضربتهم بسكوير متر مساحه الجسم ايش رح تعطيني؟ واتس مساويه للواتس اللي جايته. اوكي ماشي واضح. يعني هذا هون وصل ستيدي ستيت، هذا البلاك هول الراديتد باور اللي جاي عليه تساوي الاميسيف باور اللي طالعه منه. فالاميسيف باور اذا ضربتها في الاريا راح تعطيني كميه لانه احنا قلنا درجه حرارته ما تغيرت. لو درجه حرارته عم ترتفع او تنزل هذول الاثنين ما بكونوا متساويين، مزبوط؟ يعني عمالنا بنقول الراديتد باور عليه ماينس اي بي في ايه، اذا كانت هاي اعلى من هاي معناها ايش عم بيجي؟ الراديتد باور اللي جاي عليه ارتفع درجه حرارته، راح ترتفع درجه حرارته فراح يساوي هذا دلتا تي، مزبوط، في السبيسيفيك هيت كاباسيتي تبعته. واذا كانت هاي اقل راح تنزل درجه حراره. بس اذا هاي زيرو ايش هذول الاثنين لازم يكونوا متساويين. اذا هون صارت عندي ار بي بتساوي اي بي في اي، لازم درجه، اذا درجه حرارته ضلت ثابته معناها الطاقه اللي جايته هي نفس الطاقه اللي عماله بيعمل لها ايميشن، وفيش ريفلكتيفيتي في الحاله هاي، ما فيش في ريفلكتيفيتي. لو هلا جيت جبت جسم ثاني مش بلاك بودي، الطاقة اللي نازلة عليه radiated power الواتس بير سكوير متر، أو هي واتس بير سكوير متر، في جزء منها عم بنعمل له ريفليكشن حسب رو لهذا الجسم، والبقية رح نعملها absorption at steady state. نفس الشيء مش هيك؟ ايش رح يصير؟ رح يصير يعطيني emissive power من هون، فرح يصير عندي radiated power بدها تساوي E لهذا الجسم مضروب في A. بس هذا الجسم ما عم بيمتص كل الطاقة لأنه الأبسوربتيفيتي تبعته أقل من واحد، مظبوط؟ إذا مين راح يكون أقل؟ E، مين راح يكون أقل من الثاني؟ E ولا E B؟ E إذا E راح تكون أقل من E B. يعني الجسم الأسود هو اللي راح يشع كل، راح يشع طاقة أكثر منه أو راح يعمل إيميشن لطاقة أكثر، لأنه هذا الجسم اللي هو مش بلاك بودي في جزء منها إيش راح؟ ريفلكت. اوكي الجسم العادي يعمل ريفلكشن، فاللي ضلل له حتى يعمل له ابسوربشن اقل من واحد، الابسوربتيفيتي تبعته اقل من واحد. هذا اللي موجود في ات ستيدي ستيت اذا درجه حراره ثابته راح يشعها بنفس الطريقه زي البلاك بودي، بس راح تكون كميتها اقل. كميه اي هون راح تكون اقل من كميه اي بي اللي موجوده هون. اوكي ماشي واضح لهذا. مين بهمنا اكثر؟ ليش بهمنا احنا الاميسيفيتي او هاي الاميسيف باور؟ ليش بتهمني احنا في هذا السياق؟ احنا بنقول تمبرتشر ميجرمنت والريفرنس، لانه كل ما زادت الاميسيفيتي كل ما صار سهل انك سبوت للليكج تبع الثيرمال. لانه احنا هلا ببساطه شو رح نعمل؟ كيف رح نقيس درجه حراره هذا الجسم؟ ايش رح نعمل فيها؟ رح نمسك هذا الجهاز وايش نعمله؟ نوجهه عليه. اذا كانه بلاك بودي مش رح يعطيني طاقة أكثر مما لو كان جسم عادي؟ إذا إذا أنا مش عارف إنه هو بلاك بودي ولا جسم عادي، كيف رح أعرف درجة حرارته؟ بنعمل كومبنسيشن، مضبوط؟ صار في عنا خطأ، مضبوط؟ فاهمين؟ لما أنا بوجه الجهاز على هدول الجسمين، افرض هذا الجسم له نفس درجة حرارة هذا الجسم، بس هذا بيرفكت بلاك بودي وهذا مش بيرفكت بلاك بودي، مين رح يعمل إيميشن لحرارة أكثر؟ بلاك بودي. طب أنا هون أنا بعرفش الجهاز اللي معي اللي بإيدي ما بعرف إنه هذا بلاك بودي أو مش بلاك بودي، فكيف بدي أعرف درجة حرارة صحيحة؟ يعرف إشي أكثر عن الجسم هذا، مزبوط؟ واضح؟ فاهمين؟ ليه أنا بحب أشرح ليش بتهمنا؟ ليش بهمنا؟ وقف يا لخصها مرة.